دكروري. الو، مساء الخير عليك يا دكروري. مساء الخير يا امير، مساء الخير عليك وعلى مشاهدي كلام في الميديا، ومساء الخير عليكم كلكم وعلى عمرو فهمي وبيبو وكل الناس. اهلا بيك يا دكروري، طمنا على كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق هناك في دبي، خصوصا في ظل 3 ايام حتى الان ومعسكر تدريبي مميز جدا، وبالتحديد اخر اخبار مران اليوم. امير كالعاده النادي الاهلي دايما انت عارف النظام والمبادئ وكل حاجه، معسكر على اعلى مستوى كويس، سواء في فندق الاقامه، سواء في التدريبات، سواء في كل شيء، كله ماشي بنظام وجداول محدده. النهارده الفريق كان وجبه الفطار كانت الساعه 9 صباحا، ووجبه الغداء كانت الساعه 2 ظهرا، وكان موجود النهارده طبعا انت اكيد عرضت اللقطات، يعني هي قدامنا اهي دعوه احنا واجهناها للاعب العالمي انيلكا، وجه وهو اول ما عرف ان انا كلمت الاجنسي بتاعته امبارح، اول ما عرف النادي الاهلي موجود وقال لها حتى ده رقم واحد في افريقيا، عارف كل حاجه عن النادي الاهلي كويس، فحضر النهارده التدريب واستقبله كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي، وكان مبسوط جدا، وحتى الجاليه المصريه كلها اتصورت معاه، ودي قيمه النادي الاهلي طبعا. يعني هي دي قيمه النادي الاهلي، لما يكون موجود في دبي لاعب عالمي زي انيلكا يعرف النادي الاهلي، وهو حتى الاجنسي بتاعته اول ما قالت له قال لها ده نمبر 1 ان افريكا، فيعني دي حاجه كانت كويسه جدا، حضر وكان مبسوط جدا النهارده، وطبعا وكل الجاليه المصريه اتصورت معاه. النهارده تدريب امير كان تدريب ممتع جدا جدا، كان في تقسيمه قويه جدا، هم المستر اللي قسم الفريق 3 مجموعات، وطبعا اللعب بقى ايه اللي هو الكسبان المستمر. فطبعا النهارده كانت الفرحه كبيره، والجمهور كله النهارده كان مبسوط في التقسيمه جدا، لان اللي فاز بالتقسيمه بقى مين؟ اقول لك بقى اعضاء الفريق اللي فازوا بالتقسيمه. علي معلول، وليد ازارو، جيرالدو، صالح جمعه، حسين الشحات، وش الناوي. فرحه كبيره، حتى لما كسبوا جري وقعدوا يهيصوا، كل الجمهور اتفاعل معاهم جدا وقعدوا يشجعوهم، وطبعا قعدوا بقى يزيدوا بقى ايه باقي الفريق، وبس كانت لقطه كوميديه بس كانت ظريفه جدا يعني. فبالتالي يعني كل دي امور في الحياه. ما اتمرنش النهارده، اكتفى بالجري حسين السيد. ما الجيم ما راحوش تدريب، كان احمد الشيخ ومحمود الدولي. طمني على حالتهم يا دكتور، الثلاثي دول بالتحديد يعني. يعني هو في بالنسبه لحسين السيد، هي كاتبه كاتبه الركبه بس كانت شديده شويه، فاتفضل الدكتور خالد محمود ان حسين النهارده يبقى جري خفيف حوالين الملعب، ان شاء الله ما يبقاش فيها حاجه يعني. محمود متولي بيواصل التاهيل بتاعه في الجيم، واحمد الشيخ هو الاصابه بتاعته برضه كان في الجيم يعني. طيب بيواصل التاهيل يعني ممكن بكره مثلا ينزلوا الملعب او بعد بكره بكتير. انتوا بكره اجازه يا دكتور صح؟ مفيش تمرين؟ بكره اليوم هيبقى فري للفريق، هيبقى في جوله حره، وحب طبعا يعني كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر فايلر حب ان هو الفريق برضه يخرجوا من المعسكر، لان التدريبات يعني النظام انت عارف يعني النظام ماشي يعني بالساعه طبعا الثانية. طبعا يعني مفيش اي انت عارف ما بيهزروش، يا كابتن ما بيهزرش يعني، ومستر فايلر طبعا محطوط نظام وماشيين الكل ماشي عليه اكيد. بس عايز اقول لك النهارده ان يعني اللي عجبني النهارده برضو غير امبارح، الجمهور كان موجود النهارده، الجاليه المصريه كانت اكبر رغم ان كان في ناس بتقول متخوفه من امبارح بس عشان الجمعه اجازه، فالنهارده في ناس برضو احيانا في ناس عندها شغل السبت، لا فالنهارده كان اكتر من امبارح، واطفال حضرت وناس كبار في السن، و ويعني كانت لفته طبعا جميله جدا من كابتن طلعت الحفيظ ان كان في احد يعني الناس المسلمين كانوا جايين على كرسي متحرك خلاهم دخلوا جوه الملعب وقعدوا جوه الملعب، وحضر بقى في اخر التدريب، ودي كانت مفاجاه حلوه، الاشبال اكاديميه النادي الاهلي في دبي جم حضروا اتفرجوا على التدريب وتصوروا مع اللعيبه، وكان جاي معاهم طبعا كابتن احمد صديق، ويعني بكره ان شاء الله كمان هيبقى برنامج الاشبال هنشوف حاجه حلوه جدا لاكاديميه طيب. الاهلي في دبي يعني حاجه محترمه. طيب دكروري عايز اعرف مصير المباراه الوديه، مصيرها ايه؟ حتى الان لا ما فيش اي مباراه وديه حتى الان، هي وهو معسكر مغلق تدريبي مغلق لحد دلوقتي، ما فيش اي كلام عن المباراه دي. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد